بسم الله الرحمن الرحيم. هنستكمل بإذن الله النهاردة الفصل الثاني من المنهج العلمي في بحوث التسويق. اتكلمنا قبل كده في الفصل الثاني ده عن المنهج العلمي في بحوث التسويق، وقلنا ان الخطوات بتاعته مهمة جدا في ولازم ان احنا نهتم بمذاكرتها، وكلمنا عن الخصائص الرئيسية للطريقة العلمية. هنتكلم بإذن الله عن بقية الفصل ده، واللي هي اول حاجة عندنا القيود التي تقلل من فعالية بحوث التسويق. هنتكلم عن اخلاقيات بحوث التسويق ومين هم المهتمين ببحوث التسويق، ودي برضو لا تقل أهمية عن الجزء الأولاني. يعني إحنا في مذاكرتنا بإذن الله نركز بشكل كبير جدا على الفصل ده. القيود اللي بتقلل من فعالية بحوث التسويق هي: واحد، صعوبة إجراء البحوث التجريبية في مجال بحوث التسويق. صعب جدا زي ما إحنا قلنا قبل كده إن إحنا نعمل البحوث ده التجريبية ده هي في بحوث التسويق، وقلنا كمان ان احنا عندنا قد يتحيز الباحث في احد الخطوات من الخطوات المنهج العلمي، او قد يتحيز عند يتحيز الباحث او ما يكونش في عندنا حيادية عند اعداد قوائم الاستقصاء او عند اختيار العينات او عند جمع البيانات وتحليلها واستخلاص النتائج، او مثلا ان تكلفة البحوث الميدانية قد تكون مرتفعة جدا، او عدم ظهور نتائج البحوث التسويقية في الاجل القصير. البحوث التسويقية دهيت على ما نحصل على النتائج بتاعتها قد يستغرق دهوت وقت طويل، او قد يحدث حجب البيانات المطلوبة للبحث التسويقي لاسباب شخصية، مثلا مش عايز يقول مرتبه كام، مش عايز يقول حاجة عن الحالة الاجتماعية بتاعته. طيب، او قد يكون نتيجة تعقد إجراءات الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ده بيعطل البحث. دي القيود اللي بتقلل من فعالية بحوث التسويق. اتكلمنا عن أخلاقيات بحوث التسويق، نقدر نقول إن هي ما هي القواعد والمعايير التي تحكم مهنة بحوث التسويق. يبقى السؤال: القواعد والمعايير اللي بتحكم مهنة بحوث التسويق. هنتكلم عن القواعد المرتبطة بالمستقصى منهم وبمراكز بحوث التسويق وبالعملاء وبالمستقصى، الأربع حاجات ده هم. طيب، المهتمون ببحوث التسويق، مين المهتم ببحوث التسويق؟ مين اللي بيحب ان هو يقوم ببحوث التسويق أكتر؟ سبع حاجات. قالك ان هي وكالات الإعلان هي اللي بتقوم ببحوث التسويق، تنفيذ نشاط الإعلان، الإشراف عليها، اختيار وسائل الإعلان، أو عند تنفيذ الحملات الإعلانية. يبقى ده هي من الناس اللي هم مهمين جدا، وإحنا بنعرف عايزين نعرف إيه هي وسائل الإعلان اللي عايزها المستهلك دهوت، فبنقوم ببحوث التسويق. مراكز بحوث التسويق، مراكز بحوث التسويق عشان ندرس مين هم العملاء الحاليين دلوقتي للمنتج بتاعنا، مين هم العملاء اللي احنا عايزين نستقطبهم، مين هم العملاء المرتقبين، او عند اضافة سلعة جديدة معينة، او تخطيط في المزيج الترويجي. مين كمان؟ مين المهتمين ببحوث التسويق؟ الغرف التجارية والصناعية. ايه هي الغرف التجارية؟ الغرف التجارية دي عبارة عن مؤسسات رسمية بتضم مجموعة من الأعضاء في مجال الأعمال بيتعاونوا مع بعضهم البعض لتنظيم وتحسين النشاط التجاري. يبقى دي الغرف التجارية. طيب، الغرف التجارية ديت بتقدم لنا بعض الفوائد اللي هي مثلا زي ان هي بتمثل الأعضاء في الجهات الحكومية، او ان هي بيحصلوا على عروض او خصومات معينة بيقدمها الأعضاء ده هم للغرف، أعضاء الغرفة لبعضهم البعض، او ان هم مثلا بيشاركوا في البرامج والخدمات اللي هي بتنشط نشاط الاعمال في المنطقة اللي هم فيها. طيب، الغرف التجارية دهيت والصناعية بتكون عايزة ان احنا نوفر لها بيانات ومعلومات عن السوق المحلية والخارجية لأعضائها عشان يقدروا يتخذوا القرارات المناسبة، القرارات الرشيدة. مين كمان من المهتمين ببحوث التسويق؟ البنوك وشركات التأمين. بالنسبة للبنوك
لما نكون عايزين نفتتح فرع جديد، فاحنا محتاجين رأي بخصوص التسويق، هل المنطقة ده هي هينفع نفتح فيها الفرع. لما نكون عايزين نضيف بعض الخدمات المصرفية، هل هينفع في الوقت الحالي او مش هينفع، استثمار اموال البنك في مشروعات معينة. طيب بالنسبة لشركات التأمين، ان احنا ننشر الوعي التأميني، او ان احنا نضيف وثائق جديدة او نحذف الوثائق دهية، ده بالنسبة لبحوث التسويق واستخدامها في البنوك وشركات التأمين. لو جينا على شركات الطيران، مهمة جدا برضو بحوث التسويق في افتتاح خطوط جديدة، في ان احنا نشتري انواع جديدة من الطائرات. بالنسبة للفنادق والسياحة، ندرس ايه هو العميل المرتقب، نقوم ببحوث التسويق ده، هو العميل ده هو بيكون اذواقه ايه، بيفضل ايه، نوعيته، بيكون جنسيته ايه، يبقى ده هو مهمة جدا واحنا بندرس بحوث التسويق. لما نعرف مين هو العميل المرتقب، نقدر نحدد ازاي هنتعامل معاه جوه الفندق بتاعنا. حركة السياحة في البلد دلوقتي، في السياحة او ما في السياحة في البلاد، وهي العوامل المؤثرة فيها. كمان نقدر نعرف بالنسبة لشركات السينما، نقدر نعرف أذواق ورغبات المستهلكين، المستهلكين بيميلوا، العملاء الموجودين بيميلوا إلى إيه، أنواع الأفلام اللي بيميلوا ليها، مين هو الممثل المفضل، مين هو المخرج المفضل، مين هو المؤلف المفضل، عشان يقدروا ينزلوا مثلا أفلام معينة بترضي جميع المستهلكين أو أغلبية المستهلكين، إيه هي انواع الافلام اللي بيشوفوها. يبقى دهمت الناس اكتر ناس مهتمين ان هم يعملوا بحوث التسويق. باذن الله نبقى كده خلصنا الفصل ده. اتمنى ان انتوا تركزوا في مذاكرتكم بطريقة يعني كبيرة جدا على الفصل ده، والمحاضرة الجاية باذن الله هكون معكم. شكرا لحضراتكم.